كل عام والعراق بخير، عيدنا بعيدين، عيدنا بثلاثة أعياد وأكثر، فهنيئا للعراق ببغداده، بعيد ميلاد الجميلة بين العواصم، لميلادها 1258، وستبقى بغداد سيدة التاريخ. هنيئا للعراق بشعبه الصابر على الجراح، وهنيئا للعراق بدجلة، النهر الذي يذيب الألم ويمنح الحب. عيد بعيدين، بعد أن جاء للحق من يظهره ويزهق الباطل. أهلا بكم في حلقة بنكهة العيد ببرنامجكم العراق وقصص أخرى. تقول القصة أن رجلا عمره 85 سنة، رجل من ماء ونور، عالم عراقي يدعى جميل حميد إيليا، رفع المدينة فوق كتفيه، طور طائراتها الجوية، عالم رياضيات وخبير في مسائلها، ألقى محاضرات في روسيا وبريطانيا، درس الطب والهندسة، وتتلمذ الكثيرون من شباب العراق على يديه، وابتكر 6 اختراعات مذهلة اختبروه مباشرة على الهواء بضرب 3 أرقام بثلاثة أرقام كبيرة، وجاءت النتيجة دقيقة كالحاسوب، يتكلم عدة لغات بطلاقة. لكن انتهى به المطاف أن يرمى في دار الرشاد للمسنين بحال تصعب حتى على الكافر بكل القيم الإنسانية. رجل بحجم وطن مزدهر يطلب مساعدة تخجل أمة بحالها، لا لشيء سوى لصغر حجم طلبه، لم يرغب سوى ببنطال جديد بدل ذلك المهترئ الذي يرتديه، فهو لا يملك سواه ولا يحميه حتى من برد الشتاء الذي يتسرب إلى عظامه الهشة. هكذا دمروا العراق تحت غطاء الدين البريء منهم، فمعظم العلماء والأكاديميين العراقيين العظماء إما استشهدوا في الساحات وداخل منازلهم، أو تركوا العراق وهاجروا، أو تم اغتيالهم كالعم الجميل. نعم، نهبوا العراق أغنى البلدان وسرقوه ودمروه وقزموه، ولكنهم لن يتمكنوا من سرقة كنوز من المحبة وفيض النور الذي يختبئ في قلوب أبطاله وبطلاته. البحث عن المتظاهرين في السجون والنصرة للمظلومين. الكاظمي يشفي غليل العراقيين. 1258 عيد ميلاد جميلة العواصم بغداد، آمال بعودة عاصمة العلوم والازدهار. الانتخابات حق مشروع، ماذا يخبئ الكاظمي وما هو المطلوب من العراقيين؟ في العراق اليوم، صدق أو لا تصدق، تعود الأحلام لتتحقق من جديد. في العراق نعم، في العراق المتظاهرون الذين كانوا ويستمرون بصوت الحرية والوطن كانوا يتجرعون الموت على الشوارع وفي الساحات، والقلب مفعم بالحب للعراق رغم كل الخسارات. أنت أبي ولا أحد سواك، أنت العراق، وأمامي الطريق المعبد بإنصاف الحقوق. الكلمات التي تكتبها العيون بين رئيس وشاب من شباب الشعب. ما قبل هذه الصورة كان أطفال العراق، شبابه، نساؤه، كل على جمر ونار، يشعلون صوت المناشدة لأجل وطن غارق بالقهر والفساد وضياع الحقوق. اليوم تعود الصورة المرجوة أمام الشاشات. يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقاء الأب بابنه، ولولا كورونا الذي فرض مسافة بين العراقيين فالأول رئيس يقف مع شعبه والثاني مظلوم عذبه خارجون عن القانون. الشاب الذي عنف على يد عناصر أمنية يتحرك له وبأسرع وقت في مشهد لم يحدث من قبل، أو على الأقل لم يحدث منذ سنين عجاف في العراق. الصورة تطفئ غضب الشعب العراقي، وباتت اليوم محط أنظار عموم العراق إلى أن تتحرك الحكومة لنصرة المظلومين في كل أنحاء البلاد. رسالة عاجلة إلى الكاظمي من طفل عراقي يؤكد للعالم عزة نفسه. ما أريد كيك هاك، هذا ألف. ها؟ يعطيك ألف بس ما أخذ كيك. زين، يعني إلا أخذ كيك إلا أعطيك ألف. زين، أنا عندي بس 500 وما أريد كيك. هاك هاي 500. ها؟ أنا عندي صرف يد وعندي. شلون تصرف؟ الدنيا حارة، وين تصرف؟ تصرف وترجع يعني ترجع للباقي؟ عندي فلوس. ها؟ والله. إيه بس أنا ما أريد كيك، هاك هاي 500. زين إذا أعطيك ألف. أو أعطيك. الرسالة العاجلة أن العراقيين لا يريدون غير حقهم في العيش الكريم.
بالله هذا اليوم الطفل، هذا اليوم الطفل قاعدين نشتغل اليوم الصبح. احنا جاء علينا قال لي عموه اشتغل وياكم. قلت له ليش يا بتشتغل؟ يعني هالخلقة الحلوة حرام ما تتلقوا العمالة. شو يقول؟ يقول لا مو أمي حاطيها واحدة فلوس. خليتي خليتي. أبوك وين؟ أبويا ميت. أنتم من عايشين بالبيت؟ بالتان وأمي. بالله العظيم أول ما أكمل يوميتي كلها يا أمطيار. جاء علينا باعوا. يعني كفر بالإسلام. العراقي الذي كان يمنح العالم خيره لا يكسر رأسه ولا يريد فحشا بالثراء، إنما يريد حياته، فمن ينتصر لحق الفقراء؟ جاستن ميروزي لم يكن يوما عراقيا ولم يولد في بغداد، لكنه يحتفل بها كما يحتفل العالم بعيد ميلادك بغداد، 1258 عاما. يكتب الصحفي البريطاني جاستن ميروزي عن بغداد وكأنه عراقي، يكتب عن تاريخه العريق، فيما يكتب العراقي اليوم بالقهر والحرمان رسالة إلى بغداد يشوبها الشكوى من سرقة الأوطان. ونحن أيضا كتبنا في بغداد ما يليق بها، على الرغم من أن كل الحروف لا تفي حق العاصمة العريقة. بغداد ثاني أكبر عواصم الشرق الأوسط، يجسد اسمها الجنان الخصيبة في اللغتين البابلية والآشورية. هنا يمكنك الغوص بالتاريخ قليلا، فتستشعر الثقافة عبر طيف واسع من المتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح. تطرز آثارها الإسلامية بأسوار عباسية ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية والأسواق القديمة وبيت الحكمة، والقائمة تطول لامتداد عبق التاريخ على أرضها. أطلق عليها الخليفة المنصور اسم السلام، لأن السلام هو الله، لتكون مدينة الله الخالدة. ودفع جمالها واسمها الكبير على وقع المسامع بألقاب من الغزل كالمدينة المدورة ومدينة المنصور والزوراء ودار السلام، كل ذلك تفاؤلا بالسلامة في الحياة والنجاة من الأعداء. الانتخابات والحق المشروع ونهج الديمقراطية الذي بات العراقي في كل جولة برلمانية يحلم بأن تكون الشفافية والنزاهة سيدة الموقف. أشير إلى أننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا. وما هي إلا أشهر معدودات حتى عاد الرئيس يحمل مطلب الشعب في كلمته واهتمامه الحثيث، فيستجيب للحراك الشعبي ويؤكد المؤكد. انتخابات مبكرة نزيهة وحرة، انتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب، بما في ذلك حق الترشح للشباب، وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير. للعراقيين أول الغيث إذن وثمار مطالبهم خارطة الطريق الديمقراطي التي كانت المطلب الأول دوما على لسان العراقيين. يستجيب رئيس الجمهورية فيشد العزيمة نحو تحقيق استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي. يخبئ رئيس الوزراء رعاية انتخابات بقرار ضبط القانون وحفظ الحقوق وديمقراطية طال انتظارها. كما نطالب من الأخوة في مجلس النواب الموقر إرسال قانون انتخابات للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، وأن تتمتع مفوضة انتخابات باستقلالية كاملة، وأن تجري انتخابات بوجود مراقبين دوليين، ونتعهد بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات، لا يؤثر فيها سلاح منفلت ولا تزور فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة. الحديث عن الانتخابات المبكرة أخذ تفاعلاً واسعاً في الشارع العراقي. على منصة تويتر غرد الصحفي الرياضي علي نوري قائلاً: الكاظم لعبها صح وسوى شغل بذكاء، الانتخابات المبكرة في حزيران القادم. تعرفون ليش؟ لأن حارة والجو مفول والكهرباء هم تنقطع،
لو فوق كل هاي حصر الأحزاب بتوقيت محرج جدا، انتخابات بالصيف وما يقدرون يوزعون بطانيات لشراء الأصوات. صدق شو راح يوزعون؟ يسألوا بتهكم، لأن البعض في العراق يستغل المشهد السياسي الديمقراطي لنفوذ بعض الفاسدين. التغريدة تشير إلى أن العراقيين اليوم باتوا على مفترق طرق، إما أن تستمر بعض الأحزاب الفاسدة أو النفوذ والمصالح ويستمر تخريب الانتخابات المقبلة وتقوض جهود رئيس الوزراء في السعي الجاد للعمل الديمقراطي، أو أن يكون للعراق سيادة وهيبة تبدأ من مشهده السياسي. فإذا صلح الأساس صلح البنيان. أن يضحي العراقي موتا لأجل الكهرباء، فهذا في العراق بعضه مكشوف نراه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن في الفيديو الذي انتشر بجنون عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر انتشر يظهر طفلا يحتاج للأكسجين وبالتالي يحتاج للكهرباء في هذا المقطع. قد عمره هو؟ 4 أشهر. هيدا الطفل عمره 4 أشهر، بيو حامله واقف بالشارع عم يشوف وين في حدا عنده كهرباء، بس لحتى شو؟ لحتى يقدر يتنفس ابنه، لأنه ابنه ما بيتنفس إلا إذا في كهرباء. أفهمت كيف؟ هيدا نحن الحال اللي وصلنا له. هيدا الطفل عمره 4 أشهر. هيدا الطفل عمره قديه؟ 4 أشهر. هذا طفل لبناني، وفي لبنان قهر من الكهرباء، لكن للوهلة الأولى عندما تحكى قصص مثل قصة هذا الطفل يضحك العراقيون من شر البلية، ولسان حالهم يقول لو تستطيع كل كاميرا أن توثق لقطة موت لطفل أو عذاب عائلة بأكملها من فساد الكهرباء لكان تويتر برعاية العراقيين والظلم الذي يعيشونه. هناك من يعبث بأحلام العراقيين وحتى في مشاريعهم التي تريد للعراق الخير وتريد أن تنير درب العراقيين وتوصل أسلاك الكهرباء، لكن ما يحدث في كركوك من قطع للأحلام وقطع للأسلاك أمام طموح شركة الماس بات اليوم مثار جدل واسع. حق المرأة العراقية بات اليوم على المحك، فهي التي صنعت وربت وغيرت وتعلمت وقدمت. سيدة عراقية تتسنم منصبا رفيعا، أين؟ في العراق؟ لا، في الولايات المتحدة الأمريكية وبترشيح ترامب ومصادقة مجلس الشيوخ. الأصول العراقية لأول مرة في منصب رفيع بالولايات المتحدة الأمريكية. هالة جاربو الباحثة بشراسة عن التميز، هي عراقية أشورية كلدانية مولودة في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى عام 1971 إلى منصب قاض فيدرالي بترشح من الرئيس دونالد ترامب. القاضية هالة جاربو حصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة ميتشيغان بامتياز ودكتوراه من كلية الحقوق بجامعة واين ستيت، ثم عملت كمساعدة للمدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ميتشيغان، ولها باع طويل في كشف قضايا مهمة في جرائم المخدرات والأسلحة النارية والصور الإباحية للأطفال والاتجار بالمخدرات. العراقيات لعراقهن والعراقيون لوطنهم بعلمهم وعقولهم وأموالهم. العراق أولى لهم، لكن من يقطع الطريق على كل عراقية وعراقي؟ آمال تجددت بزمن الكاظمي بإنصاف الحقوق، ها هي تعود بآمال أكبر لأن تنصف المرأة العراقية بحقها المسلوب. قبل الختام، مذيع أخبار يكتب رسالة شوق لحبيبته، يقول لها في نشرة إخبارية فيكسر روتين النشرة، يقول: أتعلمين كيف يقتلني الروتين؟ أعيش في غرفة سوداء سقفها أسود، استوديو الأخبار، أمام شاشة سوداء أقرأ أخبار العالم لكل العالم، ويمنعني قانون النشرة أن أبوح بخبر عنك أو لك.
تقرير إخباري أنت وحصاد وتغطية مستمرة وخبر عاجل ينبضه قلبي كل دقيقة. ما وراء الخبر أنت وما قبله وكل الأخبار الجميلة وكل الأخبار الحزينة حين أشتاقك. أنت التدقيق اللغوي يصوب قلبي نحو الشوق كلما سرقتني منك الحياة. وأنا المحرر الصحفي الغارق في ترتيب حروفك ورسم تفاصيلك كقصة إخبارية، لكنك في كل نشرة وفي كل تقرير وفي كل حلقة وعبر كل فضاء وأثير أعلن أنك أجمل موجز أخبار في الدنيا وكل الأحداث الحلوة وتحقيق استقصائي يكشف سحر العشق. وبفضل حبك أكتب للصورة وللعين، والعين تعيش الفرح تشتاق لك لأجمل خبر في الدنيا. نشرتك لا تنتهي، لن أقول طاب مساؤك أو في أمان الله، نشرتك هي النبض، وكيف يعيش القلب بدون نبض؟ يكشف المذيع عن حبيبته ويعلن اسمها على الملأ. رسالة شوق من مذيع أخبار إلى حبيبته العراق. أستودعكم الله.